البرنامج برعاية منصة ARC بدعم من مؤسسة الأثير للثقافة والفنون والأعلام والعلوم والترفيه. أهلا بكم متابعينا من كل الوطن العربي، معاكم زينب شوقي من قناة المجك، والنهاردة معنا مجموعة شيقة جدا من البرامج. إيه ده؟ معقولة حضرتك؟ معقولة؟ أنا اتشرفت بيكي. أسفة أني قطعتك، تفضلي كملي. مرحبا بكم مرة أخرى، ومعاكم زينب شوقي، وهقدم لكم أحلى البرامج مع التعليق الرياضي. وجول 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 وجول، ألف مبروك لفريقنا الفوز، بنحييكم وألف مبروك. كان معكم زينب شوقي من قناة الماجيك الرياضية، ورجعت لكم تاني وبرنامج الرعب والإثارة أشباح. اسمعوا كده معنا. كنت ماشي بالليل في المقابر وسمعت صوت جدي، فرحت جدا لأني كنت بحبه وجريت عليه أحضنه. أنا كنت بحبه جدا لدرجة أني نسيت أني لسه دفنه مبارح. لا لا، أنا خفت جدا، بلاش رعب. ونظرا لخوف أطفالنا الصغار، نقف لفاصل إعلاني. صابونة الماجيك مع أروع الروائح الفرنسية، ملمس حريري وناعم على البشرة، ورغوة كنسيم البحر. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل مع حدوتة تنة ورنة. الله، أنا بحب الحواديت جدا. طيب اقعد ساكت بقى عشان تسمع الحدوتة وتنام. نوما هادئا للصغار وللكبار، وهنا ختام برامجنا مع تحياتي. بالنسبة لزينب شوقي، زينب للحقيقة ما أقنعتني بأدائها أبدا، كانت عم تقرأ، يعني أنا كنت عم بسمع مجرد سرد فقط، ما كان في عندها تلوين، يعني باستثناء شوي الإعلان، ولو أنه ما عطته حقه أكيد يعني، لكن أنا ما شفت بالأداء الصوتي عندها أي تميز ولا حتى في تلوين. كمان هي محتاجة لتتدرب كتير يعني على الأداء وعلى التلوين وحتى على اللفظ يعني، فكان كتير عادي أدائها، والتلوين عندها كمان ما كان في تلوين يعني للحقيقة. فبتمنى على كل التوفيق. أستاذة زينب، صوتك حلو، بس اما بتيجي تغيري طبقه الصوت صوتك بيوطى، يعني لما بتيجي تغيري مش تغيري طبقه صوت من فوق لتحت، لا تغيري القصه، يعني زي مثلا في الرعب كده كان صوتك واطي، فبالتالي كان اغلب الكلمات عايزه ابقى معليه الصوت قوي عشان اسمعه، فاهم قصدي؟ في الاعلان كان حلو قوي، اعلان الصابونه كان حلو وممتاز، الدوبلاج برضو الاطفال كان حلو قوي جميل، سواء في الاول او في الاخر اديتي صوت الطفل حلو قوي، فان صوتك يمشي اعلانات تمام ويمشي برامج كويس قوي، سواء برنامج حواري او برنامج اخباري هيمشي كويس تمام، لكن ابعدي عن القصص والروايات وكده، يا اما ابعدي عن الرعب عامه، لان لما بتبداي تعملي صوتك خايف بيبدا يوطى، فبيبدا الكلام مش يبقى واضح.